العاصمة. حضرتك انت شايف موضوع الزبالة هنا بيأثر في المنطقة دي بشكل عام؟ طبعا ليه تأثير سلبي كبير جدا طبعا، بسبب امراض، بسبب تلوث سمعي، تلوث بصري، كم في انواع التلوث. وطبعا مشكلة مشتركة ما بين الناس طبعا السكان وفي نفس الوقت المسؤولين، لان طبعا بطبيعة الحال الساكن ما بيلاقيش مكان يحط فيه زبالة، ما بيضطر يجمع في الشارع. لو المسؤولين وفروا المحافظة ومجلس الشعب اي مكان يعني مسؤول وفروا مكان مناسب او حد بيطلع للبيوت زي ما كان بيعملوا زمان وياخد الحمام وبأجر، لان كده كده بياخدوا فلوس وما بيعملوش بيها حاجة. يعني قول لي في حاجة صندوق لو بصيت كده بالكاميرا ما فيش صندوق يحط فيه، فبيضطر المواطن ان هو يرمي في الشارع. يتوفر لي صندوق احط فيه، يتوفر لي حد يجي ياخد مني الحمامة بتاعتي. والله الزبالة هنا كتيرة جدا وبتأثر على المنطقة كلها، بتعمل تلوث وبتعمل طبعا صيف دلوقتي في حشرات وفي دبان وفي حاجات زي كده، فطبعا بوظها حتى شكل المنطقة، شكل الحضارة بتاع المنطقة حتى وحش جدا. تمام، انت بس بتطلب ايه من امراض طبعا عشان الصيف دلوقتي، احنا في الصيف دلوقتي. تمام، انت طلباتك ايه من المسؤولين المقيمين على الحي هنا؟ والله المسؤولين المفروض ان هم يتحركوا شوية بحيث تمام دي تشيل ويلاقوا لها حلول، لان كل حاجه كل مشكله لها حلول. يعني ما مش المسؤول مثلا يقول لك انا مش لها حل للقمامه وكده، اي حاجه ليها حل، وقبل كده ما كانت بتشال، دلوقتي ليه مش عارفين نلاقوا لها حلول ليه. طب انت بتدفع الزباله على الكهرباء فاتوره الكهرباء؟ لا احنا ما بندفعش على، بس في مناطق هنا بتدفع القمامة على الكهرباء، في مناطق بتدفع الوصولات بتجي لهم وبتجي لهم فيها قيمه القمامة. العربيه اللي بتيجي تشيل بتشيل كل قد ايه؟ لا احنا بالنسبة لنا يعني ما بتجيش تاخد من البيت، لا من الشارع. من الشارع يعني ممكن مثلا كل يوم، كل يومين، يعني مش بانتظام، يعني فيش انتظام. كتابهم كلهم امراض، الاطفال بتاعي على طول باستمرار. طب انتي طلباتك ايه من المسؤولين عشان النظافة؟ الاهتمام بالزبالة دي، يكون في صناديق نرمي فيها عشان ما يرموش كده، طبعا غصب عنهم يرموا فيها، مضطرين ان هم يرموا كده، بس كده غلط. في عربيات بتيجي بتشيل الزبالة دي لا ما بنشوفش الكلام. طب انت مثلا الفاتورة بتاعت الكهرباء في الزبالة بتدفعي عليها؟ اه في زيادة طبعا، رغم ان انت بتدفعي الكهرباء دي ممكن ندفع 15 جنيه و 20 جنيه، الزيادات بتيجي ليه وبرضك الزبالة زي ما هي. اللي بتأثر على المواطن لأن هو اللي بيخليها تأثر عليه، لأن مثلا الحي كل يوم بيشيلوا زبالة، كل يوم يعني بتعهدها كده يشيلوها الصبح ويشيلوها بالليل، الحي بيشيلها الصبح وهيئة النظافة التجميل دي بيشيلوها بالليل، تاخد بجنبك. إذا أصبح أنت النهارده أنت طالع بشنطة الزبالة تمام عارف إن في مكان ترمي فيه، ولكن بيرمي في أي مكان، وده سوء سلوك من المواطن اساسا. انما هو لو بتاع النظافه ده ممكن يكون اخوك، ممكن يكون جارك، ممكن يكون صاحبك، ممكن يكون اخ واحد انت تعرفه تمام، ما هو اللي بيتهان وهو اللي بيتبهدل. انت لو ترميها في المكان اللي متحدد لك ان انت ترمي فيه الزباله تمام، هتسهل عليه المهمه ان هو يقدر يلمها في اقل وقت ممكن. حضرتك انت شايف الزباله هنا في المنطقه بتاثر على ايه؟ والله احنا بقى لنا 40 سنه على هذا الحال، الزباله ورئيس الحي وراح رئيس الحي جاي ومش شايفين مسؤول بيتكلم بورد الله، والشارع واقف كمان كل شيء مسيبين. الزباله تيجي بتكوب الاسبوع والخمس ست ايام و10 ايام، والسكن قدامكم اهو، الناس ساكنه قدامكم، الاثنين ساكنه قدامكم، وده سوق مفيش نقابه. الحي نقطة الحي و20 مهندس واقفين، ولا حد بيخدم حد ولا حد بيشوف حد، والمسؤول يقول لك مصلحته، يجوا على البياع الفقير اللي هو عايز ياكل بالحلال ويمشوه، ادي بلدنا. اما الزباله افتح من البياع الزباله، نط من الطريق العام، الشارع العام اهو، الشارع العام اهو، بصوا انا سعادتك كده ده شارع.